أهالي يافا، أحب أبلش أقولكم إن يوم الجمعة القريب على الساعة 1 بعد صلاة الظهر راح تكون في وقفة احتجاجية ضد تصرف شركة عمدار بالأشهر الأخيرة بمدينة يافا. أكيد وصلكم من الأخبار إنه في كتير بيوت لمجتمعنا بيافا نازلة المناقصات عامة، وبنفس الوقت العائلات بالبيوت ومش عارفة إيش راح يصير معها. فهين مطلوب منا إنه إحنا نفهم إن هاي مش مشكلة أفراد العائلات الموجودين بالبيوت نفسها، هاي مشكلة لكل مجتمعنا وإلها أتباع وتأثير علينا كمجتمع، لما في آلاف الناس اللي حاسين بشعور خوف اللي مش عارفين ايش راح يصير معهم ووين راح يسكنوا بالأشهر أو السنين القريبة. فمطلوب منا حاليا إنه نيجي نعطي ساعة بالأسبوع نوقف نمرق رسالة ضد شركة عمدار، وإنه المشكلة مش بس مشكلة الأفراد، إحنا شايفينها مشكلة لكل مجتمعنا واعتداء على كل مجتمعنا. فحاليا يوم الجمعة على الساعة 1 بعد صلاة الظهر هي بالبوزة أندري بشارع الحلوة.